السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل سكرين ريكوردينج للموبايل اللي هو أوبو A3S. زي ما احنا شايفين كده على الديسك توب بتاع الموبايل، لو فتحنا النوتيفيكيشن بار بتاعتنا اللي فيها الواي فاي والموبايل داتا وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها دايما، الموبايل ده بالذات أو الموبايل ده من الموبايلات اللي فيها اوبشن سكرين ريكوردينج، ممكن يكون ظاهر مباشرة في النوتيفيكيشن بار او من فوق من التاب اللي جنب السيتنج دي، بتظهر لنا مجموعة اختيارات زيادة ممكن نستخدمها. عندنا هنا مثلا سكرين ستارت سكرين ريكوردينج، ممكن نبدأ نعمل ستارت سكرين ريكوردينج او نعمل تاتش ونعمل لها دراج في القائمة اللي احنا بنستخدمها دايما ونقول له اوكي. بعد كده هي بقت ظاهرة عندنا بشكل دائم، يعني لو جينا قلنا له ستارت سكرين ريكوردينج يبدأ ستارت سكرين ريكوردينج. دلوقتي احنا بنعمل سكرين ريكوردينج من على الموبايل زي ما احنا شايفين، اي حركة هتقوم بيها هتتسجل. لو وقفت التسجيل بيتسجل اوتوماتيك في الجاليري بتاعك. لو رحت كده بصيت هتلاقي عندك الفيديو اللي احنا عملناه زي ما احنا شايفين كده، بس هنا مفيش صوت، يعني هنا تسجيل بس. تمام، تسجيل بس مفيش صوت. وبكده يبقى عرفنا ازاي نعمل سكرين ريكوردينج لشاشة موبايل اوبو A3S. اتمنى انكم استفدتم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم.